مجلس علمي يضم خيرة ما أنجبت الجزائر من علماء وخبراء مستعدين لتوظيف خبراتهم في سبيل الارتقاء بالبحث العلمي التاريخي للحفاظ على الذاكرة الوطنية. إننا ننتظر من هذا المجلس العلمي أقول الموقر أن يوظف إمكاناته العلمية وخبرات أعضائه وكفاءاتهم ومهاراتهم في جعل المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أو نوفمبر منارة للإشعاع التاريخي والمعرفي. إلى جانب مهامها في تطوير البحث التاريخي، ستسعى الهيئة إلى دعم ملفات الذاكرة وإثرائها بمختلف الاقتراحات العلمية. هو اقتراح علمية وأكاديمية تستند إليها الاختيارات الكبرى للدولة في دعم ملفات الذاكرة بموضوعية ووعي وحكمة ورشاد. المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني بما يتوفر عليه من إطارات وبدعم من المجلس العلمي الذي يسخر بكفاءات عالية سيعمل على بناء استراتيجيات ويبادر بإنجاز مشاريع دراسات وبحوث في الحفاظ على الذاكرة الوطنية. هيئة وطنية من شأنها رفع التحديات والتكفل بالملفات الكبرى للذاكرة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً نظراً للدور المحوري الذي تلعبه في بناء مستقبل الجزائر الجديدة.